مشاهدينا اهلا بكل حضراتكم مره تانيه. خلينا نذكركم احنا ما زلنا الى الان بنستقبل كل الرسائل وقصص الامهات علشان حمله او عشان مسابقه ست الكل اللي هتفوز معانا بعمره شامله كامل التفاصيل السفر والاقامه وكل حاجه. ولكن خلينا ناكد ان اخر ميعاد لاستقبال القصص على صفحه البرنامج او على رقم الواتساب اللي بيبان قدامكم هيكون يوم 31/3 يوم الاحد القادم. آخر معاد لاستقبال القصص 31/3 يوم الحد، وبعد كده إن شاء الله هيتم الإعلان عن الفائزة اللي هتفوز معانا برحلة العمرة. ونتمنى يا رب الجميع يزور بيت الله الحرام، ولكن إن شاء الله هتكون معانا فائزة واحدة بالعمرة، ويليها طبعا الحديث عن التفاصيل الخاصة بالعمرة وبتكاليفها وإزاي هنقدر نتواصل معاها. ولكن 31/3 آخر موعد. وإذا سألك يا عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. كلنا نتمنى أن نكون مستجابين الدعاء، وفي أي كرب بنرفع إيدينا لرب العالمين ندعو الله عز وجل: يا رب تقبل منا، يا رب احفظنا، يا رب ابعد عننا الظلمة والظالمين. ولكن في بعض الأوقات بنلاقي تأخر في الإجابة أو مفيش إجابة، فبيبقى لسان حال المؤمن أو المسلم ساعتها: يا رب أنا بدعوك ومفيش استجابة، يا ترى معناها إن أنا الله عز وجل مش راضي عني، ولا في طريقة معينة للدعاء أنا مش عارفها ومش عارف أدعي بيها؟ هنتكلم معاكم النهاردة في فقرتنا الحالية عن الدعاء في الإسلام وأهميته وفضله مع ضيفنا دكتور إسماعيل علي أستاذ رئيس قسم الدعوة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك مستمعين جميعا. أهلا بك دكتور إسماعيل. حدش فينا صغير أو كبير لا يلجأ لله عز وجل بالدعاء. نقف كده رافعين إيدينا للسماء: يا رب كل واحد بيقول هو نفسه في إيه، أو إحنا ساجدين أقرب ما يكون العبد من رب ندعو بالأدعية اللي إحنا عايزينها. ولكن خلينا نقول الأول يعني الدعاء، يعني إيه دعاء يا دكتور إسماعيل في الإسلام، وإزاي ربنا أدعي إزاي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من والاه. الدعاء عبادة من أعظم العبادات يتعبد بها المسلم ويتقرب إلى الله عز وجل من خلالها، ويلبي بها احتياجاته التي يريدها من رب العالمين، سواء أكان هذا من أمور الدنيا أم من أمور الآخرة. الدعاء نداء تضرع، هو خضوع وقنوت لله سبحانه وتعالى من العبد الضعيف يطلب من ربه القوي، من العبد الذليل يطلب من ربه العزيز، يطلب من مالك القوى والمقتدر سبحانه وتعالى، فهو يدعوه يطلب منه يتذلل إليه يبتهل إليه ويسأله أن يعطيه ما يريد من خيري الدنيا وخيري الآخرة. هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى جعله عبادة، فأنا أدعو لألبي حاجاتي، وفي نفس الوقت هو يحسب لي عبادة عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال المفسرون يعني عن دعائي، يتكبر أن يسأل الله، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني أذلاء بسبب تكبرهم عن الدعاء وسؤال الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وخيار البشر وصفوة الخلق وهم الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم قدوتنا التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بهم، نقتدي بهم في الدعاء في كل شيء. طيب لكن أنا أقول هم لم يتركوا الدعاء. أولئك الذين هدى الله لم يتركوا الدعاء فبهداه مقتدي. نعم، أنا لن يعني نفصل كثيرا في هذا. يكفي أن ننظر إلى سورة الأنبياء، وهي سورة تحدثت عن عدد من الأنبياء واسمها الأنبياء. وهؤلاء الأنبياء من خلال هذه السورة الكريمة نجد أن الطريق إلى السعادة والطريق إلى الإجابة وتحقيق ما يريد العبد أمران: العبادة والدعاء. فكل نبي كان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا كل نبي كان يدعو ويتضرع
إلى الله سبحانه وتعالى وتابعوهم بإحسان، هؤلاء قدوتنا. فالعبد دائما يلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، بل إن الله يحب من عبده أن يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب. طيب دكتور إسماعيل، حضرتك ذكرت أنبياء الله جميعا وهم بيدعوا الله عز وجل، ولكن كل كان ليه طريقة معينة مثلا بيدعي بيها، لأن في ناس كتير تقول لك أنا مش عارف الطريقة الصحيحة للدعاء، أنا ما بعرفش أدعي زي الشيوخ اللي بتصلي كده وإحنا بنأمن وراها وصوتها حلو وبتقول دعاء منمق ومنظم وفي ساجع كده ويدخل القلب، أنا ما بعرفش أدعي كده. طب أنا أدعي عادي وأقول يا رب أنا نفسي في كذا، يا رب نجح لي ولادي، يا رب استرها معي، أدعي بطريقتي العادية، ولا في طرق معينة وتأدب مع الله وأنا بدعو؟ الله سبحانه وتعالى لخص لنا هذا في كلمات معدودة. عندما تكلم عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم يدعون الله في سورة الأنبياء، ماذا قال تعالى؟ قال عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا جانب العبادة، ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني يرجون رحمة الله، يرغبون ما فيما عند الله من الخير، ويخافون من عذاب الله سبحانه وتعالى. المطلوب من العبد أن يسأل الله عز وجل ما يشاء، بشرط ألا يطلب من الله أو يدعو الله بإثم أو معصية أو قطيعة رحم، لا يدعو الله بهذا، يسأل خيرا، يطلب من الله خيرا. كيف يدعو؟ يقول يا رب. رسول صلى الله عليه وسلم حدد لنا الكيفية، قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. فالإنسان يقول يا رب لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب المالك لهذا الكون والمدبر لما فيه والقائم على كل نفس بما كسبت وبيده خزائن كل شيء. فالإنسان يقول يا رب. ماذا تقول بعد هذا؟ أفضل الدعاء أدعية القرآن والسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا من جوامع الدعاء. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا خسار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد، أواخر سورة البقرة، أدعية كثيرة جدا، أدعية الأنبياء والمرسلين. طيب واحد لا يحفظ قرآن، خلاص اطلب من الله ما تشاء، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، يا رب اصلح حال أولادي، وهكذا. وكان السلف لا يتقيدون في أدعيتهم بالقرآن والسنة. أيوة. المهم أنه يسأل الله عز وجل خيرا. كل واحد كان يسأل ما يريد لنفسه، يسأل ما يحتاجه، يطلب حاجته، يا رب يسر لي هذا الأمر، يا رب أعني على هذا الأمر. كما قلنا هو مرتبط ومقيد بأنه لا يدعو بإثم، لا يدعو بمعصية، ولا يدعو بقطيعة رحم. فلا حرج أن أنا أدعي بأمور دنيوية طبعاً، أمور في عملي، أمور في دراستي، أمور في يعني في بعض الأئمة والشيوخ يقول يعني تنزهوا وإذا سألتم فاسألوا الفردوس الأعلى، مع حد يعني سيبكم من سفاسف الأمور والدنيا فانية، ادعوا بالآخرة وبالنعيم في الآخرة. كل داني عايز العربية ولا أنت عايز الشقة، عيب هتقف قدام ربنا يقول يا رب ارزقني العربية الفلانية، يا رب ارزقني البيت الفلاني. أليس في الآية التي قرأناها قبل قليل قال الله ربنا آتنا في الآخرة حسنة في الدنيا، ربنا في الدنيا حسنة وفي حسنة، والحديث جاء فيها سأل الله من خيري الدنيا والآخرة. هل عندما يطلب الإنسان من الله أن يعافيه وأن يرزقه الصحة نقول له كيف تطلب هذا الطلب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأل الله العافية. طيب عندما يطلب من الإنسان أو الإنسان عندما يطلب من ربه أن يشفيه نقول له أنت تطلب أمور دنيوية؟ لا، الإنسان هذا مشروع وهذا مباح، ولا أحد ينكر على الإنسان هذا الأمر أبدا. ثم إننا أمرنا بعمارة الأرض، لم نؤمر بأن ندير ظهورنا للدنيا، نحن مستخلفون في هذه الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طيب كيف أصلح وأعمر الأرض وأباشر مهامي في الحياة وأؤدي وظيفتي في هذا الكون عندما أهمل مطالبي الدنيوية؟ ما دامت مشروعة خلاص، الحلال ما أحل الله. تمام جدا. طب يا دكتور إسماعيل دلوقتي أنا بدعي مثلا، في أم تقول لك ده أنا بدعي بقالي سنين إن ربنا يرزق مثلا بنتي بعريس ابن حلال، أو بدعي بقالي قد إيه إن ربنا يعني يحسن حالنا شوية، أو أطلع حج بقالي سنين بدعي مش عارفة،
بقالي كتير بدعي 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 لكن ما فيش إجابة، الله عز وجل ما بيستجبش مني، هل معناها كده إن ربنا مش راضي عني ولا أنا بدعي بطريقة غلط عشان كده في طريقة تانية مفروض أدعي بيها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، يا رب أريد كذا فيعطيه، أيوة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها. آه، هو يريد هذا الأمر، لكن الله عز وجل يعلم أن الخير له في أن لا يجيبه لهذا الأمر ولكن يصرف عنه شرا آخر هو لا يعلمه، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها وإما أن يدخرها له. لا يجيب دعوته ولا يصرف عنه من السوء بمثلها ولكن يدخرها له ثوابا يوم القيامة. يا الله، فيأتي يوم القيامة يقال له: هذا ثواب الصلاة، هذا ثواب الصدقة، هذا ثواب الصيام، وهذا ثواب، ثواب إيه؟ دعوة كنت قد دعوتها وادخرناها لك. ساعتها يتمنى العبد أن لو كانت دعواته كل دعواته لم تستجاب، قد ادخرت. لا يعني مش لم تستجاب، قد ادخرت. فهي الله عز وجل حكيم، والله عز وجل يختار للعبد ما فيه الخير، ومن أدراني أن الذي أريده تحديدا هو خير لي، فيه خير لي بالضبط. الله عز وجل يقدر لك هذا بحكمته فلترضى. ثانيا، الإنسان عليه ألا يقنط من إجابة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل. قالوا: كيف يتعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يجب لي، فينصرف عن الدعاء، يقول: أنا قاعد لي 10 سنين أدعو، خلاص ما عادش لها لازم. لا، هذا لا يجوز. يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل. ما المطلوب إذن؟ المطلوب من الإنسان أن يكرر الدعاء وأن يلح على الله سبحانه وتعالى، وكله أمل ورجاء في أن الله تعالى لن يخيب رجاءه ولن يرد مسألته ولن يمنع عنه الخير. هذا مطلوب من العبد، أنه دائما يحسن الظن بالله عز وجل. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي. انظروا إلى الرواية التي ربما لا ينتبه إليها كثير من الناس، رواها ابن حبان: إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. يا الله، إن ظن أن الله يستجيب له سيستجيب له، ولكن قد لا تكون الإجابة بصورة مباشرة فيما طلب، أو كما مش بنفس كما الدعوة أشرنا حرفية في الحديث السابق. وإن ظن أن الله لن يحقق له مريد، خلاص فله، والعياذ بالله. هذا وفي الحديث الآخر القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ماشي، تريد أن تظن خيرا ظن، تريد أن تظن شرا ظن، والعياذ بالله. طيب دكتور إسماعيل، إحنا دايما لما نيجي بنتكلم مع خبراء التربية عن تربية ولادنا وعن بعض الصعوبات اللي ممكن تقابلنا وإحنا بنربيهم، خصوصا مرحلة المراهقة وما بعدها ومشاكلها، وأكيد حضرتك على دراية بالأمور دي كلها، دايما في الآخر يقولوا لنا بعد أمور كتير تربوية عليكم بالدعاء، لازم بعد ما ناخد بالأسباب لازم ندعي لولادنا إن ربنا يحفظهم ويصنعهم على عينه. هل ممكن يا دكتور إسماعيل أنا أربي ولادي بالدعاء؟ هي طول ما بتعامل مع ولادي لما بيعمل مشكله ادعي يا رب يهديك يا ابني، يا رب يهديك يا بنتي، يا رب يصلح حالك. هل التربيه ممكن تكون قيمه على الدعاء؟ لا، يعني نقول لابد من الاخذ بالاسباب مع الدعاء، وقبل الاخذ بالاسباب ايضا، يعني قبل ان يرزق الله، يرزق الولد او الرجل بالولد وبالذريه، قبل ان يرزق يدعو الله، بعد ان يرزق يدعو الله، قبل ان يطلب من أولادي أن يفعلوا كذا، أن يوجههم، أن ينصحهم، يدعو الله لهم، بعدها يدعو الله لهم، أثناءها يدعو الله لهم. فالدعاء على كل حال هو وسيلة مهمة جدا نستعين بها في تربية أولادنا. الأنبياء لم يتركوه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأولاد الصحابة. جاءت أم أنس ابن مالك رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن، قالت الرسول الله: هذا أنس يخدمك، فادعو الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم أطل عمره وأكثر ولده. فطال عمر أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكثر ولده، وكثر ماله أيضا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله عز وجل وأن يعلمه التأويل، فكان من شأنه ما كان بحق عالم الأمة وحبر الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وليس حديث القرآن عنا ببعيد، وهو يحكي لنا عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سيدنا زكريا قبل أن يرزق الذرية قال رب هب لي من لدنك ذرية صالحة مستقيمة. سيدنا إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ذريتي ربنا وتقبل واجعل هذا البلد آمن وارزق أهله من الثمرات من آمن من الآخر. فإذا نحن أولادنا باستمرار. الفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول اللهم إني اجتهدت أن أربي ما استطعت فأدبه لي، لا أن ابنه يعني كان فاسدا، لا يعني ما استطعت أن أصل به إلى الصورة المثالية. يا ربي أنت يعني تأخذ بيدي. طب دكتور اسماعيل، فكان في من الصالحين. في أهل كتير دلوقتي ممكن تعترض معانا، تقول لك يعني هم معروفين انهم صالحين ومصلحين وناس على قدر من الخلق والدين وبيدعوا ان ربنا يبارك فيهم ويصلحهم، ولكن الولاد حاجه تانية خالص، لا اخلاقيات ولا سلوك ولا الفاظ ولا صلاه ولا عبادات، واهلهم محترمين ومعروفين جدا جدا انهم على خلق ودين، ولكن ما في يعني ركعه او سجده الا ما بيدعوا لاولادهم، ولادهم حاله تانية خالص. طب ازاي ادي بالدعاء وبدعي وفي نفس الوقت ابني غير صالح او بنتي غير صالح؟ نعود الى ما ذكرناه قبل قليل، انا لا اياس، انا اظل ادعو واظل اعالج، وانا اتعامل تعامل الطبيب مع المريض عندما يكون المريض يعني بحاجة إلى دواء معين ويعطى هذا الدواء. هل من المؤكد والمقطوع به واليقين أن هشفى من أول مرة؟ ربما يحتاج، ربما يحتاج إلى تبديل الدواء، ربما يحتاج إلى وقت حتى يعمل الدواء عمله، طبيعة المرض تحتاج إلى وقت. فأنا لا أيأس وأدعو ولا أيأس أبدا، لا نيأس من التغيير، فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ربما تأتي على الإنسان لحظة كده تتسلل أشعة النور إلى قلبه، لكن لا أيأس. ونعود ونذكر بالحديث يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل. وابني أو ابن حضرتك أو أبناؤنا جميعا، وماذا يختلف عن واحد مثل سيدنا ابن عمر، سيدنا عمر عندما كان يعني في الجاهلية جبارا عنيدا، وكان يشتد في إيذاء المسلمين بشكل لا مثيل له، حتى إن إحدى الصحابيات يعني رأت منه في موقف لين، ذكرت هذا لزوجها وهي متعجبة، عمر يحدث منه هذا اللين؟ فقال لها زوجها لعلك طمعت في إسلامه، والله لا يسلم هذا حتى يسلم حمار الخطاب. لما حمار والده يقول لا إله إلا الشهادتين علقها على مستحيل. وماذا كان من أمر عمر؟ كان من أمره الخير الكثير. أسلم وكان إسلامه فتحا وبركة. فخلص ابني مثل هذا أيضا. طب دكتور اسماعيل، بعض يقول لك ماشي انا ابني طلع كده يعني مش هيبقى احسن من ابن سيدنا نوح، ما سيدنا نوح فضل يدعي 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 في الاخر ابنه كان عاصي. ولا حاجه، وهناك كثير نماذج كثيره ايضا كانت شارده عن الطريق وهداها الله سبحانه وتعالى. وهل ابن سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم هل هو قاعده ام حاله استثنائيه؟ وهل زوجه سيدنا لوط صلى الله عليه وسلم قاعده ام حاله؟ إذن أيضا عندما تكون لا سمح الله مشاكسة أو ما أقول لست أحسن من سيدنا لوط الذي كانت، لا أبدا. هذه حالات استثنائية، وأنا أغرس والإنبات على الله. ولا أيأس، جزاك الله خيرا، أنطقك الله بالحكمة. أنا أغرس ولا أيأس والإنبات على الله، أنا أزرع والله عز وجل هو الزارع الحقيقي، هو المنمي، هو المربي، فنحن ندعو الله دائما ولا نيأس أبدا. طيب خلينا نطلع مع حضرتك مع كل مشاهدينا نشوف انفجراف عن الدعاء ونرجع نكمل معاكم حديثنا.
يعني اهلا بكل حضراتكم مره تانية، بجدد تحيا حضرتك دكتور اسماعيل معانا. شفنا في الانفوجراف دعوه المسلم لاخيه المسلم، طبعا دي كلنا احنا عارفينها اكيد بظهر الغيب وان شاء الله ربنا يتقبل. الدعوه على انا اقف ادعي على حد ظلمني، وادعي على حد خد حقي، وادعي على حد قتل جوزي، وادعي على حد اغتصب بنتي، كل دول ظلمه وانا شايفاهم وعليهم ظلمه. يجي البعض يقول لي لا تدعيش على حد، قولي منه لله، قولي حسبي الله ونعم الوكيل، لكن ما تدعيش على اي بني ادم. في حال ظالم والظلم باين وانا بقف رافع ايدي لله عز وجل يقول يا رب، انت فعلا دعوه الفرد على حلم، دعوه المظلومه على الظالم. في بعض العلماء قالوا لا ما تدعيش على حد حتى لو كان ظالم. بالنسبه لدعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب سريعا يعني لا اقف، حقيقة موضوع مهم جدا. قال سادتنا العلماء من أراد أن يستجاب له فليذهب بلسان لم يعصه قط. من أين آتي يعني لسان لم يعص الله؟ ما هذا اللسان؟ إلا لا يوجد إلا الملائكة. يدعو لأخيه بظهر الغيب، على أساس أن الحديث قال ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب رأسه ملك يقول آمين ولك أنت بمثله، فالملك دعا لك، أنت كأنك دعوت الله بلسان الملك الذي لم يعص الله عز وجل. أما المهمة التي تفضلت بها وهي قضية الدعاء على الظالم، هناك ظلم للنفس، واحد مقصر في حق نفسه، يعني يقصر في الصلاة في العبادة، هذا ظالم لنفسه فندعو له بالهداية. لكن هناك ظلم للغير، يقتل، يأخذ المال، يبغي، يتجبر، من أمثال السيسي وبشار ومن على شاكلتهما وأعوانهما. يأتي بعض الناس ويقول لا تدعو على هؤلاء، ويأتي واحد مثل المجرم المفتي الماجن، أنا أسميه المفتي الماجن علي جمعة، يقول الدعاء على الظالم ليس من الإسلام، إنما هي ثقافة الإخوان القائمة على الفتنة. لا، هي ثقافة الإخوان الإرهابيين، هذا شرع الله عز وجل. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون مستجاب الدعوة، افترى عليه رجل أسامة ويكنى أبا سعدة، وقال كان سيدنا سعد واليا على الكوفة، فقام هذا الرجل وافترى عليه وقال أنا إن سعدا لا يعدل في القضية، عندما يجلس أمامه اثنان يظلم ويحابي ولا يقسم بالسوية، ما يوزع العطايا أو المنح يحابي ويجامل، ولا يخرج في السرية، لا يجاهد. فقال سيدنا سعد اللهم إن كان عبدك هذا ظالم معين، حدده أسامة هذا الرجل أسامة هذا، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة وكذبا وإن كان كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فطال عمر الرجل، وكان يقول مفتون أصابتني دعوة سعد. قيل إن الفتنة اللي أصابته كانت فتنة النساء، تمام سأتكلم. وسقط حاجباه على عينيه وهو في هذه السن يغمز الجواري، يعني يتحرش بالبنات الصغيرات، بالتحرش لفظي كده وعكس البنات كده، يكلم في هذا عيب. فيقول رجل مفتون أصابتني دعوة سعد. علق على هذا الإمام ابن حجر رحمه الباري وقال وفي هذا جواز الدعاء على الظالم، هذا فقط، بل دواء على الظالم المعين بما فيه، لأن سيدنا سعد قال عرضه للفتن، بما فيه نقصان دينه، وهذا ليس من إرادة المعصية لكن من حيث إنه نكاية في هذا الظالم. سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 10 المبشرين بالجنة، امرأة أروى بنت أويس من التابعين راحت واشتكت عند الخليفة وقالت سعيد هذا أكل أرضي وضمها إلى أرضه فاستدعاه الخليفة مروان وقال له أنت أخذ من أرضها، قال أنا أخ بعد الذي سمعته من الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم هذا. قال وماذا سمعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين، ليأخذ شبر أرض ظلما وعدوانا يكون طوقا من نار في عنقه والعياذ بالله يوم القيامة. قال أنا أخذ من أرضها هذا، ثم اللهم إن كانت كاذبة أعمي بصرها واقتل أرضها، فعمي وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقع وماتت. يا الله، دعاء على ظالم معين.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. طب يعني انا عايزه اقول من الاخر، انا دلوقتي عارفه ان الضابط الفلاني هو اللي جه وعذب ابويا لحد ما موته. أيوة. وانا عارفه اسمه. يدعى عليه باسمه يا رب فلان الفلاني، يدعى باسمه، عمل كذا في ابويا ربنا ينتقم منه ويعمل فيه كذا، ويدعى على او اي حد بالظبط بالاسماء جديدا كده يا دكتور، ويدعى على القضاه باسمائهم، ويدعى على المفتجرم، مفتي الدم الذي وقع اعدامات دون دراسه للملفات ولا للقضايا، وبدليل يحكم عليهم بالاعدام وينفذ الاعدام زي بعد كده تطلع براءتهم مثل عرب شركس. ما هذا لم يقرا ولم يتحرك عليهم بالاسم، هذا او لا يدعى عليه بالاسم. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال: وانصرني على من ظلمني وارني منه ثأري. انصرني على من ظلمني منه ثأري. او يقولون نعم، يقول المظلوم لا تدعو. ماذا يفعل المظلوم؟ ينتحر؟ ماذا يفعل المظلوم؟ ثم آخر أضيف إليه وربما البعض يتعجب، عندما يحدث للظلم مصيبة، للظالم عندما يحدث للظالم مصيبة الناس يقول لك إيه ما تفرحش، ما تشمتش فيه، اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة، لا هنشمت فيه ترى هو ظالم. هذا ليس من الشماتة المنهية عنها، لأنه لا يمكن ولا يعقل أن الله يبيح لي أن أدعو على الظالم ثم يمنعني أن أفرح بإجابة دعوتي في هذا الظالم. واحد مظلوم قال على ظالم معين اللهم انتقم منه فاستجاب الله له، أفرح بإجابة دعوة الله فيه؟ تمام. لا. بل ندعو على هؤلاء ليل نهار في الأسحار بالذات ندعو عليه. احنا كده هندخل على بقى الاوقات اللي المفروض ان احنا ندعو فيها ونتحرى فيها الدعاء علشان ان شاء الله تكون مستجابه من رب العباد، ولكن خلينا نشوف تعليقات مشاهدينا ولو فيها بعض الاسئله نجاوبها مع حضرتك على الهواء. لولو بتقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كنت عايزه اعرف اي مدى صحه اني لما ادعي بظهر الغيب لحد ملك يقول لي ولكي مثله، وفعلا الدعاء بظهر الغيب مستجاب؟ نعم، الحديث قبل قليل. تمام. دعاء المسلم لله مستجاب عند راسه ملك يقول امين ولك بمثله. حياتي ليكم جميعا، انا بدعي ربنا بيقول الله بس مش عارفه اعمل ايه مع وسواس الشيطان، وهو ان الشيطان بيحسسني ان ربنا مش بيستجيب للدعاء، ان الله يغضب علي من على من لا، فكيف يكون ذلك الغضب؟ يا أختي الكريمة، يعني اسمعين كلام الشيطان أم كلام الرحمة؟ يقول إن الله يغضب على من يدعو، أدعوني أستجب لك، ربنا يطلب منا أن ندعوه. فعندما هذه الوساوس وأمثالها الشيطان الرجيم وانتهى. واستمري في دعائك، استمري في الدعاء ولا تلتفت. بل جاء في الحديث: لا يسأل الله لا يغضب عليه. بل إن الله تعالى من حكم الابتلاءات أحيانا أنه يبتلي أقواما لغفلتهم، من أجل ماذا؟ من أجل نقول يا رب فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. كان الأولى بهم عند نزول البلاء أن يقولوا يا رب. فهذا يعني الوسواس لا تلتفتي إليه واستمر في الدعاء والله يأجر إن شاء الله. طيب المصري بيقول: سؤال خليلقى عن صلاة الاستخارة، هل بنحس بشيئا بصلاة الاستخارة ولا لا؟ نعم، ما يعني تميل إليه النفس. لأن بعض الناس بيربط الاستخارة بأنه لا بد أن أرى رؤية. أنا أتذكر في حياتي على كثرة ما استخرت الله تعالى لم أرى رؤى. مجرد ارتياح هو الإنسان أول شيء في الاستخارة من رغبته الشخص، أريد أن أفعل هذا أو لا، أتجرد من رغبتي ويا رب اختر لي، أريد أن أسافر في هذا الطريق وأن أتزوج هذه الفتاة، أريد أن أشارك شخصا في شركة، فأتجرد من ميولي الشخصية وأدعو بدعاء الاستخارة. تمام. وبعد هذا ما تميل إليه نفسي أفعله وأتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني إشارة الاستخارة تكون في حد، لا أستخير في الحرام. لا أستخير. تمام. أبتعد عن الخمر ولا لا؟ أصلي ولا لا؟ تمام. نعم. طيب حمزة: السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لحضراتكم، ليك زنادة ربنا يبارك في حضراتكم، وأحمد ولد يا شيخنا الفاضل. سريعا دكتور إسماعيل، مش معايا وقت وعايزة حاجتين مهمولة، هل فعلا ممكن الأقدار مكتوبة ومحتومة وكلنا عارفينها، ولكن الدعاء ممكن في بعض الأوقات يرد القدر؟ يعني ممكن يكون ربنا كاتب على حاجة معينة بس أنا دعيت وربنا رد القدر اللي كان مكتوب لي ده بدعائي؟ نعم، رأى كثير من العلماء أن الدعاء يرد القدر على هذا يعني أحاديث كثيرة، لكن في كل الأحوال أنا علي أن أدعو، وكل ثقة ويقين في أن ما فيه مصلحتي سيختاره الله عز وجل لي. تمام. استجابة الدعاء وقت السحر ولا وانا ساجد؟ نعم، دعوته لا ترد كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. المظلوم دعوته لا ترد كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. القاضي العادل دعوته لا ترد.
عند الإفطار ونحن على أبواب شهر رمضان إن شاء الله، كل عام وحضرتك بخير وأنتم بخير والمشاهدين جميعا، أو تطوع عند الإفطار الدعاء لا يرد. وقت السحر هذا بالذات وقت مهم جدا، بل أنا أريد أن ألفت نظر إخواني وأخواتي المشاهدين والمشكرين إلى أمر ربما لا تلتفت إليه كثيرا مع أهميته وسهولته ويسره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، يعني تقلش، أظن يعني معظمنا يحصل له متقلب وبيقلق بالليل، يقوم يشرب مية أي شيء، أو يعني يتقلى أو يستيقظ أحد، من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رب اغفر لي إلا غفر الله له، يا الله، وإن دعا استجيب له، وإن قام وصلى قبلت صلاته، يا الله. طب تصوروا إحنا هنخسر إيه يا جماعة، أنا فقط تقلبت يعني في فراشي وأنا نائم، لا أحتاج أن أقوم لأتوضأ ولا أي شيء، أقول هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رب اغفر لي، ويدعو بما شاء من الدعاء. تمام، ربنا يتقبل مننا ومن كل مشاهدين ويجعل كل دعائنا مستجاب بإذن الله تعالى. دكتور إسلام علي، أستاذ رئيس قسم الدعوة جامعة الأزهر الشريف، بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معنا، شرفتنا وأفدتنا كثير، كل عام وحضرتك بخير، ربنا يتقبل وأنتم بصحة.